السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد. الاستعمار الأوروبي للمشرق العربي والقرن الأفريقي في مقرر أجا 213 تاريخ العرب الحديث والمعاصر للمستوى الثالث. دعونا معا نستعرض أهدافنا لدرس اليوم. الهدف الأول أن يعلل الطالب قيام الحملة الفرنسية على مصر والشام منذ عام 1798 إلى عام 1801. الهدف الثاني أن يحدد الطالب نتائج الحملة الفرنسية على مصر والشام. الهدف الثالث أن يتتبع الطالب مراحل فرض السيطرة البريطانية على مصر والسودان وشبه الجزيرة العربية. الهدف الرابع أن يفسر الطالب استئثار بريطانيا بالانتداب على شرق الأردن. أن يحلل الطالب مراحل الاستعمار الأوروبي في القرن الأفريقي. أما الهدف الأخير أن يقرأ الطالب خرائط متعلقة باستعمار المشرق العربي والقرن الأفريقي. دعونا معا نستعرض مقدمة بسيطة لهذا الدرس. شهدت الدول الأوروبية في القرن الثامن عشر النهضة الصناعية، مما أدى إلى فتح أبواب الاستعمار إلى الدول العربية. من ضمن هذه الدول الاستعمارية كانت دولة فرنسا، فهي كانت السباقة إلى الاستعمار باتجاه الدول العربية، فشنت حملة فرنسية على الدول العربية وخاصة مصر والشام في عام 1798. النشاط الأول، من خلال خبراتك السابقة حدد دول المشرق العربي والقرن الأفريقي من الخريطة في خلال مدة زمنية دقيقتين، ثم اكتبها أسفل الخريطة. والآن نستعرض معا إجابة النشاط الأول. طبعا عندما نتكلم عن دول المشرق العربي فنحن نتحدث عن الدول الواقعة شرق الوطن العربي، وهي كالتالي: العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، مصر والسودان. أما الدول الواقعة في اللي هو القرن الأفريقي هي جيبوتي وجزر القمر. أولا نستهل حديثنا في اللي هو مجريات الحملة الفرنسية.
التي بدأت منذ عام 1798 ونهاية في عام 1801. نحن ندرك بأن الحملة الفرنسية قام بقيادتها الجنرال الفرنسي نابليون بونابرت على مصر والشام، بقي لهو استعمارها واحتلالها طبعا، حيث لهو تعرضت إلى العديد من التنافس. صار عندنا لهو تنافس أوروبي على الاستعمار، من ضمنها لهو بريطانيا وفرنسا. والآن نتتبع خط سير الحملة الفرنسية على مصر والشام على الخريطة. بداية الحملة بدأت من فرنسا، وتحديدا في ميناء طولون في فرنسا، متجهة بحرا إلى الإسكندرية، حيث عبرت البحر المسطح المائي البحر المتوسط واحتلت الإسكندرية. بعد احتلالها للإسكندرية اتجهت نحو مدينة القاهرة، ودارت معركة مهمة تسمى معركة الأهرام بين الفرنسيين والمماليك. طبعا المماليك هي إحدى القوى الإسلامية التي كانت تحكم مصر في تلك الفترة. طبعا نتيجة المعركة هي انتصار الفرنسيين. ثم اتجه الجنرال نابليون بونابرت إلى أسوار عكا تحديدا في بلاد الشام طبعا، ولكن جميع محاولاته باءت في الفشل ولم يستطع السيطرة على عكا. بعد فشله في السيطرة على أسوار عكا طبعا سافر سرا إلى فرنسا وترك القيادة لنائبه كليبر. نستعرض هنا بالتفصيل مجريات أحداث الحملة. نتابع معا في هذا الخط الزمني. لدينا أولا يون ليو عام 1798، طبعا وصول الحملة الفرنسية إلى الإسكندرية كما ذكرنا سابقا، ثم احتلال القاهرة عن طريق اللي هو معركة تسمى الأهرام، دارت بين الأطراف اللي هو المماليك والفرنسيين طبعا، وانتصار الفرنسيين في هذه المعركة. ثالثا العمل على استمالة المصريين من خلال منشور أصدره بونابرت. دعونا نتوقف قليلا عند هذا الحدث. طبعا عندما دخل الجنرال نابليون بونابرت إلى مصر طبعا حاول استمالة الشعب المصري إلى صفه طبعا، فقام بتوزيع عدة منشورات، والمقصود بالمنشورات هي كل ما ينشر وكل ما يطبع. هذه المنشورات طبعا كانت بداخلها بأن هو قادم إلى مصر كي ينقذ الشعب المصري من اللي هو ظلم المماليك، وأنه يقدم الولاء والطاعة إلى السلطان العثماني طبعا. وفعلا هناك العديد من أطراف الشعب المصري طبعا استمالوا إلى صفه، ولكن في الخطوة الرابعة ظهرت طبعا نواياهم الاستعمارية، فاندلعت الثورة المصرية في مصر طبعا، فصار عندنا اللي هو ارتفاع في الضرائب، صار عندنا قمع، صار عندنا اللي هو خنق في الحريات، فصار عندنا اللي هو قوى المعارضة والثورات. في عام 1799 طبعا تم تدمير الأسطول الفرنسي في ميناء أبو غير من قبل بريطانيا. طبعا لو نلاحظ في هذا الحدث هناك اللي هو طبعا تدخل بريطانيا في اللي هي الحملة طبعا، فنلاحظ هناك تنافس بين بريطانيا وفرنسا من أجل احتلال مصر. مارس 1799 طبعا محاولة نابليون لاحتلال بلاد الشام اللي هي مدينة عكا، طبعا جميع محاولاته باءت في الفشل.
في أغسطس عام 1799 طبعاً قادر نابليون سراً إلى فرنسا وترك القيادة للنائب كليبر، ولكن تم اغتياله على يد الطالب سليمان الحلبي في الشام في عام 1800. في عام 1801 وصول الجيش العثماني بدعم من بريطانيا إلى القاهرة. دعونا نتوقف في هذا الحدث قليلا. طبعا نلاحظ أن هناك تعاون بين السلطنة العثمانية وبريطانيا، فهنا بالتحديد سوف يظهر شخصية جدا مهمة، شخصية تاريخية، وهو محمد علي باشا. وأخيرا الجلاء الفرنسي، وهنا المقصود بالجلاء هو إبعاد أو طرد فرنسا من مصر. النشاط رقم 2، اقرأ المستند منشور بونابرت صفحة 46 في مدة دقيقتين، ثم أجب عن الأسئلة الآتية. نستعرض الإجابة معا. أول سؤال اللي هو حدد الظرف المكاني والزماني. طبعا الظرف المكاني هو مكان الحدث أو مكان الموقف نفسه، والزمان هو زمان الحدث. طبعا الإجابة هي في القاهرة بمصر أثناء وصول الحملة الفرنسية إليها. السؤال الثاني، حدد ادعاءات نابليون في هذا المنشور. طبعا احنا تكلمنا سابقا بان هناك تم توزيع منشور الى الشعب المصري. طبعا هناك ادعاءات كاذبة طبعا قام بكتابتها نابليون بونابرت، فما هذه الادعاءات؟ اولا اللي هو تخليص المصريين من ظلم المماليك، وأنه أكثر من المماليك أعبد الله وأحترم نبيه محمد وعيان البلد، وأن الفرنسيين مسلمون ومخلصون في كل وقت من الأوقات. نأتي إلى تفاصيل الحملة. هناك أسباب لهذه الحملة الفرنسية على مصر والشام، وهناك نتائج. من أسباب التي أدت إلى قيام هذه الحملة الفرنسية على مصر والشام هي أولاً ضرب وإضعاف مصالح بريطانيا في الشرق، ثانياً حاجة فرنسا إلى مستعمرات. هنا المقصود بمستعمرات هي اكتشاف أو حصول على أراضي جديدة بقي اللي هو استخدامها عسكرياً للدول الاستعمارية.
ثالثا تشجيع بعض السياسيين للحكومة الفرنسية على احتلال مصر. نأتي الآن إلى نتائج هذه الحملة. طبعا لو نستنتج من اللي هو تتبع سير الحملة في نهاية آخر اللي هي حدث في الخط الزمني، راح نستنتج أن فشل الحملة بتحقيق إمبراطورية في الشرق. اثنين، إنهاء هيمنة المماليك. طبعا المماليك هي قوى إسلامية كانت تحكم مصر في تلك الفترة. ثالثا، تمهيد لوصول محمد علي باشا للحكم والتفاف المصريين حوله. النقطة اللي بعدها، ظهور تكتلات عربية وانتقال مصر من التخلف إلى مواكبة النهضة الأوروبية. دعونا نتوقف قليلا عند هذه النقطة، انتقال مصر من التخلف إلى مواكبة النهضة الأوروبية. طبعا عندما جاء الجنرال نابليون بونابرت إلى مصر، طبعا جاء ومعه، طبعا هذه الحملة كانت حملة بحرية عن طريق المسطح المائي البحر المتوسط، فعندما جاء كان معه اللي هو العلماء والأدباء، فاستفاد الشعب المصري من هؤلاء العلماء، فانتقلت مصر من التخلف إلى مواكبة النهضة الأوروبية. وأخيرا لفتت أنظار بريطانيا والدول الاستعمارية إلى أهمية موقع مصر. أما الآن نأتي إلى الاحتلال البريطاني لدول المشرق العربي، وهي دولة بريطانيا، حيث تعتبر منافسة قوية إلى فرنسا، لدولة فرنسا. طبعا بداية فرضت بريطانيا عدة اتفاقيات ومعاهدات مع حكام وأمراء شبه الجزيرة العربية، كان أولها معاهدة السلام العامة في عام 1820، ثم فرضت الحماية على مصر في عام 1882، ثم بعدها قامت بفرض اللي هو وسيطرت اللي هو على السودان في عام 1883، وبعد ذلك في نفس السنة في عام 1917 لدينا هنا العراق وفلسطين تم السيطرة، وأخيرا شرق الأردن في عام 1920. تحدثنا سابقا بأن بريطانيا فرضت على شبه الجزيرة العربية عدة اتفاقيات ومعاهدات مع حكام وأمراء شبه الجزيرة العربية، وهي أولها في عام 1820، وهي فرض معاهدة السلام العامة على إمارات الخليج العربي في عام 1839، احتلال عدن عام 1891، عقد معاهدات مع مسقط وزنجبار 1899، عقد معاهدة مع الكويت. نأتي إلى العوامل أو الدوافع التي أدت إلى احتلال بريطانيا لمصر، وهي كالتالي: أول سبب لدينا هو إفلاس مصر نتيجة التكاليف الباهظة لافتتاح قناة السويس وسوء إدارتها. اثنين، تراكم الديون وعجزهم عن تسديدها. ثلاثة، إنشاء صندوق النقد العام الذي أخذ يراقب الدول الدائنة ومنها مصر، التي تعرض عدد من موظفيها وضباطها إلى الصرف من الخدمة. سياسة الخديوي إسماعيل الاقتصادية الفاشلة. نمو الحركة الوطنية في الجيش المصري بزعامة أحمد عرابي المعارض للتدخل الأجنبي ورفع شعار مصر للمصريين. إلا أن بريطانيا نجحت في التخلص من المنافسة الفرنسية واحتلت مصر بعد معركة مع جيش عرابي هي التل الكبير في عام 1882 ميلاديا، وتم نفيه هو ورفاقه إلى جزيرة
سيشل. نأتي إلى السودان. طبعا هنا سوف نستعرض شخصية جدا مهمة في السودان، وتعتبر إحدى اللي هو قوى المعارضة للتدخل الأجنبي، وهو محمد المهدي ورفاقه أو الحركة التابعة له. مجريات الأحداث، طبعا وجهت بريطانيا حملتها العسكرية الأولى للسودان عام 1882، ولكن قوات المهدي تصدت لها وتمكنت من صدها وسحقها. تابع المهدي انتصاراته ونشر دعوته في كامل أنحاء البلاد، لكن وفاته عام 1885 أدت إلى تراجع الحركة. وجهت بريطانيا حملة ثانية بقيادة كيتشنر، نجحت في القضاء على الحركة المهدية بانتصار ساحق في معركة أم درمان. تمكنت بريطانيا من وضع حد للأطماع الفرنسية بعد هزم فرنسا في معركة فاشودة في جنوب السودان عام 1898. نستوقف هنا في هذه المعركة، نلاحظ هذه المعركة من المعارك المهمة في هذه الدرس. طبعا أطراف المعركة بين اللي هو المنافستين اللي هي بريطانيا وفرنسا، طبعا نتيجة المعركة طبعا اللي هو انتصار بريطانيا ووضع حد للأطماع الفرنسية في السودان. نأتي الآن إلى الانتداب البريطاني على العراق وفلسطين وشرق الأردن. نتوقف هنا في مفهوم الانتداب. الانتداب معناته هي أن تتولى دولة كبرى شؤون دولة صغيرة لا عهد لها في الحكم أو ما عندها اللي هي أي خبرة طبعا في شؤون الحكم. طبعا الانتداب يعتبر هو نوع من أنواع الاستعمار، ولكن بطريقة غير مباشرة. احتلت بريطانيا هذه المناطق عن طريق القيام بالخطوات التالية. تنبهت بريطانيا إلى أهمية العراق فأخذت تعمل على السيطرة عليه. استولت بريطانيا على بغداد في مارس في عام 1917. أكملت في نهاية الحرب العالمية الأولى سيطرتها على العراق. فرض سيطرتها على فلسطين بما يتيح لها تنفيذ وعد بلفور. نستوقف هنا إلى اتفاقية مهمة جدا، اتفاقية وعد بلفور التي قامت في عام 1917، والتي تنص على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، طبعا بمساعدة اللي هي بريطانيا. والآن السياسة الاستعمارية البريطانية في العراق وفلسطين وشرق الأردن. طبعا لما نتكلم عن سياسة استعمارية راح نتكلم عن الإجراءات والأعمال التي قامت بها اللي هي بريطانيا كي تثبت أقدامها في تلك المناطق. أولا أحكمت بريطانيا نفوذها في العراق وشرق الأردن، أحكمت سيطرتها على الإدارة والجيش. يعني نلاحظ إحنا قاعد تدخل تدريجيا شيئا فشيئا في اللي هو الأمور الداخلية للبلاد. فرضت رقابتها المالية والسياسية، منحت لشركاتها الامتيازات في استغلال الموارد الطبيعية، ونحن نقصد هنا بالامتيازات هي صلاحيات وموافقة على اللي هي التنقيب عن الموارد الطبيعية في الدول المشرق العربي. أججت الصراعات الدينية والمذهبية والقومية، وأخيرا
شددت الخناق على المعاربة. نأتي الآن إلى عوامل استئثار بريطانيا على إمارة شرق الأردن. طبعا راح نتعرف على الأسباب التي أدت إلى قيام بريطانيا بسيطرة واحتلال على إمارة شرق الأردن. أولا لدينا هنا السبب الأول، الموقع المهم لربط المناطق التي تقع تحت الانتداب البريطاني والتي تمتد من فلسطين حتى العراق. أما السبب الثاني، التحكم في المواصلات بين الشمال والجنوب عبر خط حديد الحجاز. السبب الثالث، يعتبر محطة جوية بين بريطانيا ومستعمراتها في العراق والهند. هنا نلاحظ بأن الأردن في هذه النقاط الثلاث هي تعتبر حلقة وصل بين اللي هو الدول المجاورة. موقعه المهم الذي يمثل حاجز في الوسط لمنع توسع النفوذ الفرنسي إلى الجنوب. ترضية للعرب من خلال إنشاء الإمارة وتعيين عبد الله بن الحسين أميرا عليها. نأتي الآن إلى مؤتمر سان ريمو في عام 1920، وهو يعد من أهم المؤتمرات في اللي هو في التاريخ. طبعا لنا يتخلل اللي هو بعض الأحداث والأعمال المهمة التاريخية. طبعا هذا المؤتمر طبعا انعقد بعد الحرب العالمية الأولى. طبعا كان الهدف من هذا المؤتمر اللي هو توزيع مقانم الحرب العالمية الأولى على الدول المنتصرة. من ضمن هذه الدول المنتصرة هي فرنسا وبريطانيا. طبعا نلاحظ هنا على الشاشة بأن فرنسا استحوذت على عدة مناطق عربية، وبريطانيا سيطرت على عدة مناطق عربية. انزين، فرنسا من المناطق اللي سيطرت عليها اللي هي سوريا ولبنان، أما بريطانيا فقد سيطرت على العراق وفلسطين وشرق الأردن. نأتي الآن إلى خطوات الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان، ونعني بالخطوات هي مجريات الأحداث أو الإجراءات التي قامت بها فرنسا في سوريا ولبنان في الانتداب الفرنسي. أولاً، قسم الفرنسيون المنطقة على نحو يتيح لهم الإمساك بزمام الأمور. أعلن الجنرال غورو قيام دولة لبنان الكبير عام 1920. شجعت فرنسا داخل سوريا الاتجاهات الانفصالية والطائفية. فرضت فرنسا هيمنتها الاقتصادية على المنطقة بربط عملتها بالفرنك الفرنسي. هيمنت فرنسا سياسيا واداريا على المنطقة، اذ جمع المندوب السامي الفرنسي بيده جميع السلطات. سيطر الفرنسيون على الأمن والجيش. نتيجة هذه السياسة المتعنتة، واجهت فرنسا منذ بداية الانتداب ثورات مناهضة لها في مختلف أرجاء البلاد. ونأتي الآن إلى الاستعمار الأوروبي في القرن الأفريقي، ونعني بالقرن الأفريقي تحديداً الصومال. فقد تم تقسيم الصومال إلى أربعة مناطق نفوذ، وهو الصومال البريطاني، الصومال الإيطالي، الصومال الفرنسي، وأخيراً الحبشة. دعونا معاً نستعرض أهم الأحداث والمجريات. أولاً لدينا الصومال البريطاني، فقد تم إنشاء هذه المحمية بعد توقيع عدد من الاتفاقيات مع شيوخها. اثنين، فصلت بريطانيا ميناء زيلع وبربرة وألحقوهما بالمحمية لمراقبة السفن. ثلاثة، الاتفاق مع إيطاليا لرسم الحدود بين الصومالين الإيطالي والبريطاني. أما الصومال الفرنسي، فقد احتلت فرنسا مناطق دوميرا وتاجورا وسجلالو، وأسست مدينة جيبوتي التي أصبحت العاصمة بدلا من أبوك.
تم الاتفاق على رسم الحدود مع الحبشة وأرتيريا. أما إيطاليا فقد قامت بالعديد من الإجراءات في الصومال الإيطالي، فقد قامت بتكثيف النشاطات التجارية في القرن الأفريقي. 2. احتلال أرتيريا بعد استيلائها على ميناء مصوع ومدينة أسمرة، التوسع حتى رأس دلجادو. وأخيرا لدينا الحبشة، الصومال الحبشي. الحبشة حاليا هي منطقة إثيوبيا حاليا. طبعا سيطرت الحبشة على أقليم الأوغادين الذي ضم منطقتين، الأولى امتدت إلى الوادي الأعلى لنهر شبيلي، والثانية شملت حوض نهر جوبا. وهكذا نجحت الدول الاستعمارية الأوروبية بعد تسابق وتنافس شديدين في اقتسام البلدان العربية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وذلك بالرغم من محاولات التصدي التي أظهرتها شعوب هذه البلدان. والآن أحبتي أتمنى لكم مزيدا من التوفيق والنجاح.